عدد من مواطني منطقة الإسكان الصناعية التابعة لمحافظة ذي قار أمام مبنى المحافظة. المتظاهرون رفعوا مطالبهم للمعنيين في الحكومة المحلية من أجل معالجتها، مؤكدين ضرورة توفير الخدمات على جميع المستويات وتوفير فرص العمل للعاطلين. تظاهرنا في أمام مجلس أمام محافظة ذي قار لغرض المطالبة بتبليط المطلب الأساس هو تبليط شوارع الإسكان الصناعي. الإسكان الصناعي من الأحياء القديمة في المحافظة، وأغلب سكانها ساكنيها من منتسبي الشركات الإنتاجية اللي جاي تقدم خدمة. جئنا هذا اليوم إلى محافظة ذي قار للمطالبة بحقوقنا المشروعة على المشروع المتلكئ، انه كمل نص التبليط والباقي ما كمل لحد الان، مضى عليه اكثر من 4 سنوات واحنا نعاني من هذه المعاناه اللي هي صارت مستنقع الامطار والمياه الجوفيه. شكلنا وفد اليوم وجينا للمحافظه لقله الخدمات، منطقه محرومه من التبليط، مشروع تبليط. قبل فتره شكلنا وفد وجينا للمحافظ ووعدنا ان شاء الله على الميزانيه ان شاء الله من تجي نشملكم المشروع. هسه الميزانيه ان شاء الله توقعت، وبعد ماكو حجج للحكومات ولحد الان ماكو تنفيذ المطالب. اليوم جينا نشوف الحاله شنو.